لو نتساعد لو بنبادر لو نتعامل بمشاعر خطوة بتصفي بالآخر منهج خلي التسامح مبدأنا والتغيير بيبدأ منا بتصير الأخلاق عنا منهج منهج للخير منهج إيمان منهج للغير ولكل إنسان حياكم الله. بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على رسول الله وحياكم الله في اللقاء الثامن من منهج. الله تعالى أسأل أن يتقبل منا الصيام والقيام وأن يتقبل منا التطور اللي عم بيصير فينا كلنا إن شاء الله في كل الدول العربية وفي كل العالم. اليوم بداية بدي حقيقة أشكر شكر من القلب لكل الكوادر الإعلامية في الوطن العربي اللي حقيقة لم يقصروا ولم يؤلوا جهدا في متابعة الأخبار أولا بأول في تطور لنقل الوباء والابتلاء والجائحة. بجوز أنا شوي بشتغل بالإعلام من خلال بعض البرامج، لكن اللي بيشتغلوا أكثر بيعرفوا مقدار التعب، سواء المذيعين المقدمين التقارير المخرجين المصورين الصوت الإدارات وخلية نحل حقيقة وسائل الإعلام. فكل الشكر حقيقة لجميع وسائل الإعلام اللي غطت الأحداث واللي لسه بتغطي. اليوم موضوعنا جميل مهم جدا اسمه عيلة 2020. العيلة 2020 حبنا فيها بقصة، القصة كانت خيالية بس فجأة صارت حقيقة. القصة واحد كان قاعد هو زوجته زوج وزوجة بتخيلوا معقول يجي هيك عطلة نضل شهر ونص شهرين مع بعض بالبيت؟ معقول المعلمين اللي بيعطلوا 3 شهور بالصيف كلنا نقدر ناخذ عطلة زيهم؟ احنا المعلمين محسودين على 3 شهور هدول. معقول يجي هيك سبب ما يخلي البشرية وخلينا في بيوتنا وقاعدين ومبسوطين ونصحى الصبح وقت ما بدنا وننام وقت ما بدنا ونلعب زي ما بدنا أنا وياكي والأولاد وأساعدك بكل شيء؟ كان هذا عبارة عن خيال يا جماعة. لحد قبل يعني كم أسبوع أو شهر ونص شهرين صار حقيقة. القصة هاي تحولت إلى حقيقة مطلقة، إلنا أسابيع أو شهر ونص أو شهرين حسب الدولة اللي إحنا فيها عم نعيشها. فحقيقة صرنا عائلة مختلفة عما كنا عليه قبل جائحة كورونا. صرنا عائلة 2020 هاي السنة اللي كلنا حابينها، وإن شاء الله يا رب يا رب تحمل دائما في طياتها كل الخير. عائلة 2020 القصة بدت لما طلبوا منا الحجر، ممنوع حد يطلع من بيته، قعدنا ببيوتنا إحنا وأزواجنا وزوجاتنا وأولادنا. أول كم يوم التطور هذا الطبيعي صار عند أغلبنا، إنه أول يومين ثلاثة أول 4-5 أيام مهمومين زعلانين متضايقين مترقبين خايفين مش منسجمين كلوئين، الوضع كان شوي مزعج. بس بعد شوي صرنا نفكر بإنه ليش ما نتفاعل مع أسرنا، وخاصة سامحوني خاصة الأزواج، ومن جهة الزوجات والأبناء برضو، يعني ليش ما نلعب مع بابا، ليش بابا بعيد عنا، الزوجة خليك تتفاعل تفاعل ما تفاعل. فجأة طلع لنا بذهننا الثقافات الموروثة الغير صحيحة أو غير الصحيحة. أنا زلمة ما بصيرش، ما أنا إلي برستيجي، أنا السيد. هاي عند كثير منا صارت، بس بعد شوية الحجر طال. الأمور مطولة يا جماعة، كل شوية مددوا الحجر. إيه فاللي صار إنه أنا قاعد فأنا بدي أسلي حالي. طيب ببدأ الآن بالثقافة السلبية تروح وتيجي محلها ثقافة إيجابية، طب ليش ما أتفاعل؟ طب ليش ما أحاور؟ خاصة بزمان الإعلام اشتغل والسوشيال ميديا اشتغلت شغلها الكويس بالضخ باتجاه العيلة ومفهوم العيلة اللي إحنا بدنا إياه، الإسلام والعائلة، النبي صلى الله عليه وسلم والعائلة، سيدنا عيسى والعائلة،
مفاهيم العائلة بدأت تشتغل عندنا وبديت نجرب، وطلعت مبادرات على السوشيال ميديا. أنا شخصيا طلعت مبادرة لأكثر زوج بيشارك أو مسابقة مع زوجته بالطبيخ وبالنفيخ وبالتنظيف، لاحظت تفاعل منقطع النظير. بدينا المهم نتفاعل، بدينا نتفاعل بالطبيخ، بالحوار، باللعب، بالعبادة الجماعية، بالتدريس، موجود. فبدأ مفهومنا حقيقة للعيلة يتغير. بتعرفوا الآن الحكاية لوين وصلت؟ وصلت عند كثير من الأسر، أنا منهم، ومئات الناس اللي بتواصل معهم بتواصلوا معي على السوشيال ميديا بتشرف بهذا الموضوع، بيحكوا لي إحنا بدينا نستوعب شو معنى عيلة، بدينا صح في مشاكل طبعا، بس بدينا نستمتع بوجودنا بعائلتنا ومع زوجتي ومع زوجي ومع أولادي وبالطبيخ وبالنفيخ وبالتنظيف. أول الجائحة كانت إذا لاحظتوا موضوع النكت، النكتة بتعبر عن رأي الشارع، بتعبر عن نبض الشارع، كانت باتجاه سلبي اتجاه العائلة لأنه إحنا كنا رافضين خاصة الأزواج. بس بعد هيك الآن صارت النكت عبارة عن تآلف عائلة، مش غلط إنه تقوم الزوج تساعد زوجها بأعمال البيت، دلالة إنه عن جد في أزواج كثير بدوا يساعدوا. فمفهوم العائلة، عائلة 2020 بدأ يتغير. بس يا ترى لوين اتجه؟ بتعرفوا لوين اتجه؟ اتجه لمفهوم العائلة أيام جدي وجدتي وجدتك وجدك، وأيام المفهوم العائلة القديم، العائلة اللي مكمكمة على بعضها، العائلة اللي فيها تواصل وفيها مساعدة وفيها أدوار وفيها انسجام وفيها، بس مش العائلة الجدي وجدي اللي هي السيد، لا، بدنا العائلة القديمة الإيجابية. رجعنا لمفاهيم أساسية في العائلة، بابا معنا بالبيت. مفهوم انفقد، مفهوم انفقد لسنوات في كثير من عائلات العالم العربي. الآن رجعت، بابا معنا بالبيت، بابا جوا البيت، بابا عم بتدخل بتدريسي سلبي إيجابي بس عم بيحاول، بابا عم بشوفه إلا ما يطبخ له طبخة يعني بالأسبوع، عم بشوفه في المطبخ، عم بشوف زوجي وزوجتي وأبوي وأمي. في تفاعل جديد لمنظر العائلة سنة 2020. اللي صار عند الناس الآن الخوف، الآن وين وصلنا؟ وصلنا لأنه خايفين نترك عائلاتنا، تعودنا عليهم، تعودنا على اللعب مع بعض، تعودنا إنه نعبط بعض، تعودنا إنه نشوف بالليل موفي عائلي مع بعض، تعودنا إنه نكون مع بعض لساعات طويلة. الآن لما يرجع إن شاء الله قريبا ترجع الأمور لمجاريها رح نواجه مشكلة. والآن في دول زي الأردن، السعودية، الإمارات، نطلع ونرجع نشتاق لعائلاتنا. طبعا سؤال اليوم، عائلة 2020 هي عائلة كلها مشاكل ولا عائلة متقاربة ولا عائلة مفككة؟ فكروا فيه وكتير سهل. حنطلع لفاصل وبعده حنواصل وحناخد اتصالاتكم وحنكمل موضوعنا المهم جدا في 8 وصايا حوصيكم فيها لعائلة 2020 عشان نثبت نجاحنا العائلي بهذا العام. فاصل وحنواصل. حياكم الله، وموضوعنا هو عائلة 2020، والسؤال عم بيطلع وشفتوه بذكركم فيه، عائلة 2020 هي عائلة كلها مشاكل لا سمح الله ولا عائلة متقاربة زي ما صار ولا عائلة مفككة؟ الآن خليني عشان الوقت ما يسرقنا نحكي عن 8 وصايا مهمة جدا على عائلة 2020 نثبتها، واللي لسه ما لحق ركب العائلات الجديدة اللي هي متقاربة ب 2020 ركز على النقاط اللي حقولها. الأمر الأول، لابد من الفهم والتفهم، ركن الفهم، ركن الفهم، الاستيعاب، القدرة العقلية، أحلل، أفهم إشي بنسميه ما وراء السلوك، كثير أساسي صار عند العائلات وحقيقة عم بيصير ولازم نثبته بشكل كبير عند العائلات، اللي هو الفهم والتفهم، وإحنا بنسميه ما وراء السلوك. يعني مثلا شفت زوجك معصب، ما في داعي تتهميه، شفت زوجتك مشغولة ناديت عليها ما ردت عليك، ما افهم ما وراء السلوك، حط لها عذر. هذا واحد. تنين، لابد اشي اساسي من تخفيف العصبية والغضب، وحكينا كيف نخفف منها سريعا جدا، اعيد لكم اياه، نعمل جدول من 5 نقاط، ايش خلاني اغضب، امتى غضبت، امتى هديت، شو عملت لما غضبت وشو البديل عشان ابدأ ادير غضبي. وبذكركم بأنه أرقام الهواتف عم تظهر بأسفل الشاشة، بنحب جدا نسمع كلامكم الرائع عن موضوع حلقتنا. الأمر الثالث، الحوار، الحوار أساس مهم جدا في تشكيل السلوك الإنساني.
كيف أحاور أولادي، كيف أحاور زوجي، كيف أحاور زوجتي. وأهم مبادئ الحوار أول شيء عدم الانتقاد. ما في داعي تحكي لما تحكي مع ابنك بدك تحاوره لسلوك ما عجبك، ما في داعي تبدأ بانتقاد، أنت هيك صديته عنك. لا لا، قربه قربه، كسر الحواجز. حاورت زوجتك، حاورت زوجك، حاورت أولادك، ابدأ بعيدا عن الانتقاد، ابدأ بسؤال: شو رأيك؟ أنا بتذكر أن أنت عملت جدول دراسي، شو رأيك إيش تحين نبدأ فيه؟ ما في داعي هيك، بس ما في داعي يا زلمة مشان الله، كم مرة حكيت لك روح أدرس، أدرس. هذا الانتقاد بخلي اليافعين بالذات وحتى الأطفال بعيدين عنا. الأمر الثاني بالحوار الاختصار، الاختصار. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أطول حوار مع الطفل استمر 30 ثانية: يا غلام سمي الله، كل بيمينك، كل مما يليك. أما حواره مع اليافعين التوجيه استمر 120 ثانية، دقيقتين فقط، فما تطولوا بالحكي. الأمر الآخر اختيار الوقت المناسب، حكيناها بجزء الحلقة الماضية، القلب المقبل والمدبر. ما في داعي تحكي مع زوجتك وهي زعلانة، ما في داعي تحكي مع زوجك وهو مش رايق. لما يكون قلبها مقبل، قلبه مقبل، احكوا، هذا أكثر في الحوار الناجح. عدم الإصرار على الرأي، من آداب الحوار ما تصر على رأيك. مش رأيي صواب لا يحتمل الخطأ، رأيك خطأ لا يحتمل الصواب، هذا مش حوار، هذا اسمه حوار الطرشان. إذن الأمر الثالث في عائلة 2020 الحوار الجميل. الأمر الرابع التشاركية في كل شيء، وهذا مبدأ أساسي في الأسرة، في بناء الأسرة، التشارك في كل شيء. ودائما بحكيها، لو سألتني شو دور الأب وشو دور الأم، بقول ما في لهم أدوار. إدارة البيت 100% على الأم، وإدارة البيت 100% على الأب، لأنه في تشارك بينهم. مش هاي حدودك وهاي حدودي، لا لا لا، هاي مش شركات ولا حدود دول، هاي أهم شراكة في العالم، شراكة بناء الأسرة، فالتشاركية في الطبيخ وفي النفيخ وفي العلاج وفي التدريس وفي التنظيف وفي كل شيء من أعمال الأسرة. القدوة أمر مهم جدا، رقم 5 عشان نأسس لعائلة 2020 بشكل صحيح. القدوة هنحكي عنها، بس نحكي مع أخونا عبد الحميد. السلام عليكم يا عبد الحميد. وعليكم السلام، كيف حالك شيخنا؟ حياك الله أخي، كيف أمورك؟ تمام. شو رأيك بموضوع حلقتنا اليوم؟ معنا عبد الحميد؟ شو السؤال؟ الصوت عم بيقطع، سامحني عبد الحميد، ترجع لنا بهمش، يبدو في خلل بالشبكة، فارجع لنا. معنا تولين. تولين السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا تولين، كم عمرك يا تولين؟ أنا 19 سنة. ما شاء الله، بالتوفيق يا ربي. حاسة عيلتكم عيلة 2020 إيجابية كويسة متقاربة؟ إحنا عائلة كثير متقاربة، الحمد لله، والحمد لله في تفاهم كثير بيناتنا. أنا بأيد إن برنامجكم يضل دائما موجود ومستمر، كل كثير رمضان، كل رمضان يكون موجود، لأن دائما بحكي شغلات كثير هادفة. شكرا يا تولين، شكرا شكرا، إن شاء الله بنضل دائما على تواصل. وبشكرك تولين، وبشكر الجميع على هاي المشاعر الطيبة. خلينا نذكر برضو بنكمل الموضوع، عندنا القدوة مهمة جدا في موضوع عائلة 2020 اللي لازم نثبتها. والموضوع السادس في فن مهم جدا مش كتير من الأزواج عم بتقنوا، اسمه فن الانسحاب. لما أحس إنه زوجتي متنشنة ما في داعي تتدخل، انسحب. ولما تحس زوجك متنشن في فن اسمه الانسحاب. حياكم الله من جديد، والآن مع الأستاذ عبد الكريم يونس وحديثه عن فضائل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأزكى السلام على خاتم النبيين والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على دربه يوم الدين. أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم بالصلاة على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فقال سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة من الله عز وجل رحمات تتنزل على النبي عليه الصلاة والسلام، تزكية ورضوان وتكريم لشخصه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. أما صلاة المؤمنين والملائكة فهي استغفار ودعاء، كما قال سفيان الثوري وغيره من أهل العلم رحمهم الله تعالى.
الصلاة على النبي أيها الإخوة الكرام، أيها الإخوة الكرام، لها العديد من الفضائل. فالصلاة على النبي صلوات الله وسلامه عليه سبب لصلاة الله عز وجل وسلامه علينا إذا صلينا على النبي عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. الصلاة على النبي صلوات الله وسلامه عليه باب لتحصيل الأجور والحسنات، مغفرة الذنوب والسيئات. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات وحط عنه عشر خطيئات. الصلاة على النبي صلوات الله وسلامه عليه طريق إلى نيل شفاعته والتقرب منه في الدنيا والآخرة. اسمعوا قول النبي عليه الصلاة والسلام إذ يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. صلاتك على النبي صلوات الله وسلامه عليه تجعل من اسمك معروضا على شخص النبي الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فأنت أينما كنت إذا صليت على النبي صلوات الله وسلامه عليه تعرض صلاتك على النبي باسمك واسم أبيك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت، يعني قد بليت بعد وفاتك صلى الله عليه وسلم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. إن النبي عليه الصلاة والسلام إذا سلمت عليه رد عليك السلام صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: ما من أحد يسلم علي في أي مكان كان وفي أي قطر حل أو نزل، ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أسلم عليه. هذه كرامة، هذا تشريف لك إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله عز وجل يرد الروح إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه فيسلم عليك. هناك ملائكة سيارة في الأرض، سياحون في الأرض، ينقلون السلام منك إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه. الإكثار من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يدفع عنك الهم ويجلب لك الحسنات ومغفرة الذنوب والسيئات. هذا أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه في نقاش وحوار مع النبي صلوات الله وسلامه عليه يقول له: يا رسول الله، إني أصلي عليك فكم أجعل لك من صلاتي، يعني كم أني أصلي عليك، يعني أني أدعو الله تعالى لك، فكم أجعل لك من دعائي؟ فقال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال أبي: الربع يا رسول الله. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: النصف يا رسول الله. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: فالثلثين. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: فأجعل لك صلاتي كلها، يعني دعائي كل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال له النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهنا انتبه أيها المستمع الكريم، أيها الأخت الفاضلة، انتبهوا إلى هذه النقطة، إلى هذه الكلمة: إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك، إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. إذا أكثرت من الصلاة على النبي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يغفر الله همومك و تكفى الهموم ويزال عنك ما أنت فيه من الشدة والضيق. فهذه عبادة جدير بنا أن نحرص عليها وأن نكثر منها، عبادة لا تحتاج منا إلا إلى حب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فليست بحاجة لا إلى شروط ولا إلى كيفيات ولا إلى أوقات معينة. أينما كنت فصلي على النبي صلوات الله وسلامه عليه، صلاتك إن شاء الله عز وجل تصله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.